بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم متابعي قناة رياضيات أونلاين وصفحتي رياضيات أونلاين والخوارزمي على الفيسبوك. إن شاء الله هنحل المسألة دي. هي المسألة دي شكلها يا أستاذ يخوف، لكن هي حلها بسيط جدا جدا جدا. أول ما تبص على المسألة دي هتخاف، هتقول إيه شكل المسألة دي، لكن حلها بمنتهى السهولة. طيب يا أستاذ، بيقول لي جذر 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 جذر، إيه يا أستاذ ده؟ قال لي بكل بساطة هنحل المسألة دي. اولا عندي اكبر جذر، بعد كده جذر جذر جذر، هنبدا باصغر جذر. اصغر ايه؟ جذر، اللي هو جذر 6 زائد 3. في ناس تقول لك اول حاجه جذر 6 زائد جذر 3، الكلام ده غلط. انا ما اقدرش اوزع الجذر الا بحاله مين؟ الضرب والقسمه، لكن في الجمع ما اقدرش اقول جذر 6 زائد جذر 3، الكلام ده غلط. تمام؟ ما لا ايه يا استاذ، هنجمع الاول تحت الجذر وبعد كده نجيب لهم الجذر. 6 زائد 3 يا استاذ كام؟ 6 زائد 3 9. خلاص هنشيل 6 زائد 3 ونحط ايه؟ ونحط 9. ايه يا استاذ جذر التربيع للتسعة؟ يعني بكل بساطة ايه العدد اللي تضربه في نفسه يدي التسعة؟ يا استاذ ده انا لو ضربت التلاتة في نفسها تدي التسعة. يبقى يا استاذ الجذر التربيع للتسعة هو كام؟ التلاتة. يبقى هنشيل الجذر التربيع للتسعة ونحط مكانها كام؟ تلاتة. تمام يا استاذ. بعد كده هتعامل مع الجذر اللي ظهر لي. بيقول لي جذر التربيع ل 6 زائد 3، نفس الكلام. او هتقول جذر 6 زائد جذر 3، الكلام ده غلط. ما اقدرش اوزع الجذر التربيع الا في حاله الضرب والقسمه، اما في الجمع والطرح ما تقدرش توزع الجذر. تجمع الاول وبعد كده تجيب لهم الجذر. 6 زائد 3 يا استاذ، 6 زائد 3 ايه؟ 9. هنشيل ال 6 زائد 3 ونحط مكانها كام؟ 9. طيب يا أستاذ الجذر التربيع للتسعة يعني إيه العدد اللي تضربه في نفسه يدينا التسعة؟ التلاتة يا أستاذ. يبقى هنشيل الجذر التربيع للتسعة ده ونحط كام؟ ونحط مكانه تلاتة. تمام؟ يبقى تلاتة. هنجري العملية تاني غاية ما نخلص للنهاية، المسألة للنهاية. طيب يا أستاذ 6 زائد 3 9، يبقى هنشيل الستة زائد 3 دي ونحط مكانها كام؟ 9. تمام؟ 9. الجذر التربيع يا استاذ للتسعة يعني ايه العدد اللي تضربه في نفسه تدي يدي 9؟ التلاتة يا استاذ. يعني هنشيل الجذر التربيع ده للتسعة ونحط مكانه كام؟ 3. 3. اخر حاجة اتفضلت لنا من المسألة دي الجزء البسيط ده اللي هو ايه؟ 6 زائد 3. الجذر التربيعي لل 6 زائد 3 كام؟ 6 زائد 3 يا استاذ كام؟ 9. هنشيل دي ونحط 9. وفي النهاية يا أستاذ ده آخر حاجة في المسألة، وبكده يكون خلصنا المسألة. الجذر التربيعي للتسعة كام؟ إيه العدد اللي تضربه في نفسه يدي 9؟ التلاتة يا أستاذ. شايف المسألة بسيطة وسهلة إزاي؟ بكل بساطة جبنا الناتج. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، هسيب لك رابط القناة في أول تعليق. وانتظر عماد يسري من قناة رياضيات أونلاين وصفحتي رياضيات أونلاين والخوارزمي على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.